حياكم الله مشاهدينا من جديد. تراث عسير، حيث المقتنيات الأثرية التي تدل على عمق تاريخ هذه الحضارة، والملبوسات العسيرية والأكلات الشعبية، والحضارة المعمارية القديمة التي تميزت بها منطقة عسير من حيث النقوشات المرسومة على الجدران والتي تضفي جمالا على المكان عن تراث عسير. راح نتعرف عن معلومات كثيرة عن عسير مع ضيفتنا بالاستوديو الخالة زعفرانة العسيري. ويا هلا وسهلا فيك يا خالة زعفرانة. يا هلا وسهلا، نورتينا. يا مرحبا، نور بوجودك. يعني أفيد نتكلم شوي عن النكش أو القط عندكم في عسير؟ إيه؟ إيش هو؟ إيش المكونات تستخدمونها والخامات حقتها؟ القط العسيري مميز في منطقة عسير، منطقة الجنوب على العموم. إيش الألوان المميزة عندكم في عسير دايم بالنسبة للتراث العسيري نفسه؟ الألوان المميزة في القط العسيري الألوان رئيسية الأخضر والأحمر والأصفر. هذه الألوان مميزة في القط الأسود. الأسود هذا يكون الفحم. أيوة. شفتي حبيبتي زمان كانوا يستخدمون الفحم ويضيفون الصمغ العربي عشان يثبت الألوان، ويستخرجون من الطين ومن الحجارة الألوان الرئيسية. ما شاء الله، يعني أشياء كثيرة تميزون فيها في عسير. طيب حابة نتكلم شوي عندكم عن الأسواق الشعبية بعسير. الأسواق الشعبية عندنا السوق الشعبي المميز اللي هو سوق الثلاثاء. طبعا سوق الثلاثاء هذا يعرض جميع المعروضات التراثية الشعبية، يعني سوق مميز بعسير اللي هو سوق الثلاثاء. توجدين حاجة فيه ملمة بجميع التراث، في كل شيء الشعبي، يعني في كل حاجة عن أي حاجة عن الملبوسات الشعبية والسمن، عسل، حاجات يعني تميز منطقة عسير بالتراث الشعبي. ما شاء الله. يعني طيب نبي نتكلم عن الملبوسات الشعبية والأزياء الشعبية في عسير. ما شاء الله، يعني جايبة منها يا خالة أشياء عندنا في الاستوديو هنا، وبعد أنت اللي مصممتها. لله الحمد. هذا العمل اللي أنا أشتغله يعني إيش نبي نتكلم عن هذا الزيين مثلا، هذه الأزياء الأساسية، الزي العسيري نفسه هذا هو. الزي العسيري هنا الشتوي وهذا الصيفي. في الزي العسيري القديم. طبعا زي العسير القديم لا يستخدم على الماكينة، كله شغل يدوي، ويستغرق من 4 شهور إلى 5 شهور. كان مميز يعني هذا القديم. القديم وما كانت تلبس يعني عليهم إلا العروسة في مناسبات يعني كبيرة وكذا. وألوان الرئيسية ثوب العسيري الأسود المخمل، ويشتغل عليه بالخيوط الأخضر الأحمر الأصفر عشان يبرز جماله. الذهبي ذا الحين صار تطور الثوب العسيري، لكن الحين صرتوا تخيطون بالماكينة مو بال على اليد وعلى الماكينة حسب رغبة الزبون. وكل ثوب له سعره المميز. طبعا شغل الماكينة يختلف عن شغل اليدوي، شغل اليدوي يستغرق وقت. طب يا خالة تشتغلين بيدك، يعني قلتي لي الثوب زمان ياخذ 5 شهور 3 شهور لين تسوونه. ايوه ياخذ، لكن طيب الثوب الحين كم ياخذ؟ لان شغل اليد مكلف وفي نفس الوقت ياخذ وقت طويل عشان انت تتقنين الشغل وتظبطينه يعني يصير حلو جميل لمن يرتديه. طيب والحين الزي ياخذ كم وقت معك يا خالة؟ شغل الماكينة تقريبا اسبوع. الزي الواحد. ايوه اسبوع كذا. طيب في زي مخصص للعروس عندكم بعسير؟ والله يرغبون الثوب العسيري. الثوب العسيري دائما. أيوة. لكن الوقت العرس. الوقت الحالي يعني يرغبون كلبس كتراث، يعني لبس تراثي وعليه اقبال من جميع مناطق المملكه لله الحمد، مش منطقه عسير، ودول الخليج كمان يعني معجبهم الزي العسيري لانه مميز. الوانه اصلا مميزه. مميز ما شاء الله. مميز حتى في التطريز وفي التصميم وفي كل حاجه. طب نتكلم عن الأثواب العسيرية الثانية، مزند عندكم وعندكم أثواب ما شاء الله. هو المزند والمكثب والمكلف، شفتي؟ يعني كل ثوب إيش الأقمشة تستخدمونها معه؟ أغلب الأقمشة المستخدمة اللي هو المخمل، على حرير، على ستان،
على شو اسمه القطن على التل. طب والمنديل بعد عندكم؟ المنديل الأصفر مميز يلبسونه. كانوا زمان يقولون تميزين البنت من المرأة المتزوجة إن البنت تلبس المنديل الأصفر لوحده، والمرأة تلبس مع المنديل الأصفر الطرحة المكتبة، يسمونها المكتبة، اللي هي فيها عدة ألوان أحمر وأخضر وأصفر، اللي هي الشيلة، اللي هي الشيلة العسيرية. فهذا اللي كان زمان يعني يميزون البنت من المتزوجة. رجعتك لأيام زمان يا خالة زعفرانة. طيب طبعا من كلام جداتنا السابقة. طب حابة نتكلم شوية عن الفنون الشعبية والعرضات عندكم في عسير. والله الفنون الشعبية كل منطقة لها يعني لها رقصة معينة، لها نغمة معينة. إنما عندنا في منطقة عسير اللي هي ننتمي لها رجال المع وأبها وكذا، الخطوة العسيرية يسمونها، والدمة العسيرية، وش اسمه العرضة. هذه بالنسبة للشباب. العرضة هي العرضة. العرضة. لكن طب وبالنسبة للنساء يعني في فنون أيضا للنساء؟ نفس الشيء يعني الخطوة العسيرية بس، والعرضة لما تدخل العروسة وكذا يزفونها يترضون يصلحون عرضة. العرضة هذه للعروس دائما تكون. طب يعني وكل فن من الفنون الشعبية له وقته. طيب يعني الحين بسمع العروس ولا في فنون ثانية يعني تسوونها على المسارح الأشياء هذه؟ يعني في مش قصدك انت في مشاركات مهرجانات وكذا؟ نشارك يعني نصلح مثلا يوم عسيري جنادريه نصلحها. الجنادريه هذه الايام اكيد حافل كان اي حافل يوم العسيري او زي العسيري دور فيها. الحمد لله وشاركت السنه هذه والحمد لله يعني واجهت اقبال يعني العملي مشجعين، وهذه حاجة أفتخر بها صراحة. طب يا خالة قبل الهوى قلت لي ما شاء الله أنك شاركتي في مسابقات كثير في دول خليجية منها الكويت، إيش بإيش شاركتي أول شيء؟ بزي العسيري نفسه؟ لله الحمد بزي العسيري والمشغلات اليدوية وكذا، شاركت في معرض الموروث الشعبي في الكويت والحمد لله قمنا لمدة شهر هناك. واخذتي جوائز بعد؟ واخذنا جوائز الحمد لله وكرمونا. إيش أبرز جوائز يعني أخذتيها بالنسبة لزي العسيري؟ والله حبيبتي في جائزة عكاظ للسنة هذه اللي مضت، فزت بالمركز الخامس على 36 متسابق. ما شاء الله المركز الخامس 36 متسابق. أيوة جابوا لجنة وقيموني وشافوا شغلي الحمد لله، كانت لجنة يعني من جوا المملكة وبرا المملكة، وكان فخر لي الحمد لله يعني أني أنا فزت بالمركز الخامس، وتكرمت من الأمير سلطان الله يحفظه يخليه لنا إن شاء الله، الهيئة العامة للسياحة بارع ما قصرت، وقفوا جنبي الحمد لله شجعوني. صرت أشارك في عدة مهرجانات وعدة معارض اللهم لك الحمد. دائما المهرجانات تضيف لأي أحد يعني خاصة بالنسبة للتراث والأزياء الشعبية. برجعك لعسير شوي، نبي نتكلم عن الأكلات والأطباق اللي تقدمونها بعسير. والله بالنسبة للأكلات الشعبية عندنا منطقة عسير في أكلات عدة، عندنا الأكلة المميزة اللي هي العريكة، التصابيع يسمونها الصابيع. إيش مكونات العريكة؟ يعني بنبين للمشاهدين يمكن بعض المشاهدين ما يعرف. المبثوثة وكذا، العريكة عبارة عن دقيق بر شفتي وسمن، في سمن بري دسمة شوي. أي ودسمة والعسل يتكون من البر والعسل والسمن. وإيش بعد؟ في عندنا التصابيع برضه تتكون هي تصابيع شفتي، يحطون اللبن مع شويه دقيق كذا لما يطبخ، ويعجنون الدقيق على جنب، بعدين شويه كذا لما يطبخ اللبن يقطعون التصابيع جوا اللبن عجعت على وصفك يا خالة. طيب ونخليها تطبخ لما تستوي نحطها شفتي في يسمونها صحفه اللي هي الصينيه الكبيره كذا، يسمونها صحفه، بعدين يحطون السمن جواها بالغضاره والعسل. لازم السمن يعني التصابيق. اساسي في الاكلات العسيريه. دسمه والمبثوثه برضه باللبن، صلحها المشغوثه، خبز التنور
مميز عندنا هناك أكيد في عسير. التنور طعمه لذيذ أصلا يعني. أيوه حبيبة قلبي. طيب يعني يا خالة عندكم أهازيج دايم يعني وأشعار مشهورة في منطقة عسير. والله في كثير. تذكرين أهازيج شيء منها للعروسة. نختم فيها الفقرة هذه. والله أنا ما مثل الأهازيج هذه ما أقدر يعني إني. ما في بالك شيء الحين. إلا في بالي بس يعني اسمحي لي يعني. لا عادي يعني. يعطيك العافية خالة زعفران العسير نورتينا. الله يخلي يطول عمرك إن شاء الله ومنورة بوجودكم ومشكورين يعني استضفتوني في هالبرنامج وأنا فخورة يعني لي الفخر يعني إني أنا أطلع الثوب العسيري بالوجه المطلوب. والحمد لله فيك الحمد لله ونورتينا واشكر من هذا المكان وهذا المنبر الامير سلطان بن سلمان اللي قام على تشجيعي وهيئه السياحه والاثار بارع وجمعيه الخيريه النسائيه في منطقه عسير وقفوا جنبي ودعموني لله الحمد وتكرمت من الامير سلطان بن سلمان الحمد لله قبل اسبوع. شكرا موصول يا خاله زعفرانه ويعطيك الف عافيه. يعافيك عيوني وشكرا الله يحفظكم ان شاء الله. مشاهدينا فقرات سيدتي لا زالت مستمرة لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل. سيدتي تستضيف لاعب كرة السلة في المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة ومروض الحيوانات المفترسة.